عجيب، مش قادر أفهم وين ممكن يكون راح. حمود الحمد لله، شو اللي صار؟ حموصة ما تخاف، وراك وراك. حموس؟ نعم. احنا وين؟ مش عارف، بس في صوت، تعالي نشوف من وين جاي. الحقيني. دكتور سوسة؟ لازم نطلعهم. كيف؟ بدنا خطة. عندي، نوصلهم من ورا الماكينة هاي شوي شوي، بس أهم إشي ما نخلي الدكتور سوسة يشوفنا. دخلاء. عندك خطة بديلة؟ كشفنا. حموس وحموصة، أهلاً وسهلاً فيكم في معمل الدكتور سوسة للأكل الضار بصحة الأطفال. شايفين الحمص هذا كله؟ رح أنشفه وأغطيه بالسكر والمواد الملونة والنكهات الصناعية والمواد الحافظة، وبعدين أبيعه لكل الأطفال في المدينة. جاتني فكرة، جاهزة؟ جاهزة. على فكرة أنا ما بخاف منك. بتتحداني؟ حموس مش عجبتني الفكرة. ما تخافي، جيبي الحماميص. الحمص هذا إلنا وما رح نعمل منه غير كل إشي صحي ومفيد. رح أعمل منه الأكل الضار بصحة الأطفال وما حدا رح يقدر يوقفني. أنا رح أوقفك. لا، ما رح توقفني. رح أوقفك. لا. 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 بديت تعصبني كتير. عادي. كيفني معك؟ ما بتقدر توقف بطريقي. هذا الرجل الآلي ما بيخرب لأنه أقوى وأمتن وأكبر وأثقل وأذكى رجل آلي في العالم، ضد الصدمات والضربات، غير قابل للاشتعال والاختراق. بس شكلك نسيت تشحن الصبح. شو؟ كيف؟ لا. كيفني معك؟ انتصرنا كمان مرة على الدكتور سوسة. عشان الحمص الصحي الزاكي لازم يضل يوصل لكل أطفال المدينة. زاكي، هاي كانت أحلى مغامرة. استنونا في الحلقة الجاي. أنا بعرف عن شو رح تكون الحلقة. بعرف.
خليهم يتفاجئوا يا حموصة. ما تنسوا تحكوا لبابا وماما يجيبوا لكم حموص وحموصة. نحن موجودين بكل السوبر ماركتات.